فيك ويسلمك ان شاء الله. اما انتم مشاهدينا الحين اكيد بتكون لنا وقفه اخرى من الفعاليات المقامه على ارض دولتنا الحبيبه. كاميرا مساء الامارات كانت هناك واعدت لنا او اعد لنا فريق البرنامج هذا الريبورتاج، خلونا نتابع. تفتتح اليوم في دبي فعاليات معرض ومؤتمر ديهاد الدولي للإغاثة والتطوير 2013 تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الأميرة هيا بنت الحسين. وانطلق معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد لأول مرة منذ العام 2004 كأول حدث تجاري متخصص بالإغاثة الإنسانية والتنمية، لذا فهو يشكل أرضية لتبادل الأفكار والقيم حول الشأن الإنساني والإغاثي والتنموي. ويجمع ديهاد الذي نما على مر السنين ليصبح أحد أكبر الفعاليات العالمية في هذا المجال العاملين في المجال الإنساني وصانعي القرار الرئيسيين من أبرز المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية والحكومية العاملة في إدارة الطوارئ والجمعيات الخيرية وشركات القطاع الخاص التي تتعاون في تقديم المنتجات والخدمات. وتشارك جمعية دار البر ضمن العشرات من المؤسسات الخيرية والإغاثية المحلية والدولية التي تعنى بالعمل الخيري والإنساني والإغاثي من منطلق حرصها على المشاركة في الفعاليات المعنية بالعطاء الإنساني الذي تدعمه داخل وخارج الدولة. كما تشارك شركة الخليج للسكر أكبر مصفاة قائمة بذاتها في العالم والتي تتخذ من دبي مقرا لها في معرض ومؤتمر دبي الدولي التاسع للإغاثة والتطوير ديهاد 2013 الذي انطلقت فعالياته اليوم، وتعد هذه المشاركة السابعة على التوالي للشركة بمعرض ومؤتمر ديهاد الذي يوفر منصة لمناقشة المفاهيم والسياسات والممارسات التي يتم تطبيقها لمساعدة البلدان المتضررة وتسريع ودعم وإغاثة المجتمعات التي تحتاج إلى مساعدة.